الرحمن الرحيم. السؤال رقم 143: كيف يتم عمل قميص للأعمدة الخرسانية؟ القميص اللي هو ايه بتعمل له، انت عندك العمدان بتعمل تدعيم للمنشأ بتاعك، فبتقول والله ان الأعمدة اللي عندي دي كلها مثلا وليكن 40 في 40، فالقطاعات دي مش مكفية، فانا اعمل لها تدعيم. اعمل لها تدعيم ازاي؟ ان انا اخلي العمود ال 40 في 40 ده، لا انا اخليه 60 في 60، معناها ان انا هزود ايه؟ هزود قطاعه. طيب 60 في 60 ده اللي هو هيزيد 10 سنتي من كل جنب، فالقطاع ال 40 بقى 60، 10 و10 بقى 60، تمام. طيب بيتم ازاي الكلام ده؟ بيتم عن طريق ان انت بتعمل له حاجه اسمها قميص. القميص ده اول حاجه بتقشر الكفر بتاع العمود، تزيل الكفر بتاع العمود، بتبين الحديد الرأس، بتروح تخرم في العمود عشان تعمل كانات او تعمل اشاير عشان تربط الكانات الجديد، لان انت هتعمل حديد طولي جديد بكانات جديد. الكانات دي هتبقى على نفس البعد الجديد بتاع العمود بتاعك، يعني انت هتسيب يا دوبك 5 سم، يعني انت العمود هيبقى 60 في 60، انت هتسيب يا دوبك 2 سم و2 سم عشان الكفر بتاعك وتحط الحديد الرأسي بتاعك. بتعمل اشاير، الاشاير دي بيبقى شكلها عامل كده يا باشمهندسين، اهي كده اشير، كده اشير بتطلع كده على شكل حرف ال L، بتدخلها جوه العمود عشان تمسك الكيانه بتاعتك، تمام. وبعد كده بتحط الحديد الرأسي والكنات بتاعتك، وبعد كده بتقفل العمود نجاره، وبتصب عن طريق ان انت بتسيب فتحات، او بتصب عن طريق حاجه اسمها الخرزانه المقذوف. تعال نقرا الكلام ده كده مع بعضينا. اول حاجه يزال الغطاء الخرساني للعمود، تاني حاجه تزرع اشاير لربط الكيانات المستجده للقميص في الاتجاهين على مسافه من 25 ل 50 سم عن طريق الدريل او الهيلتي في سطح العمود بقطر يزيد بمقدار 2 ملي عشان تحط الكيما بوكس عشان تعرف تثبت الاشاير بتاعتك، وبعمق كافي لتثبيت الاشاير اي في حدود من 5 ل 7 مرات قطر الاشاره. المقدار الدخول الاشاره جوه العمود اللي هي دي بتبقى غالبا 7 فاي، يعني انت مثلا لو هتستخدم حديد فاي 10 مللي اللي هو 1 سم، يبقى تدخله جوه 7 سم، 7 × 1 = 7 سم، تمام. تنظف الثقوب جيدا بالهواء المضغوط، تنظفها كويس بالهواء وتملأ بماده الابوكسي عشان التراب اللي بقى جوه الخرم ده يعمل عازل بين الخرسانه ويعمل عازل بين الابوكسي، وبالتالي انت ما عملتش حاجه. وتزرع الاشاره ويراعى ان تكون الاشاره بطول كافي لربطها مع الكنات المستجده للقميص برباط سلك. ينظف حديد التسليح من الصدأ ويتم دهانه بماده ابوكسي او ماده الزنك، ده اللي هو الحديد القديم بتاع العمود. يتم تركيب الحديد الرأسي ثم الكنات طبقا لتصميم قميص العمود. كنات الجديده بقى. رقم 6: يتم دهان سطح العمود بماده لربط الخرسانه الجديده بالخرسانه القديمه قبل الصب بكام ساعه، اللي هي الماده دي اسمها الاديبوند. الاديبوند. رقم 7: يتم صب خرسانه القميص اما عن طريق مدفع الخرسانه اللي هو الشوت كريت او الخرسانه المدفوعه، او يترك فتحات في جانب القميص لصب المونه اللاصقه على ان يبدا الصب من اسفل الى اعلى. يصب القميص من خرسانه من الركام، الركام الخفيف، الركام الرفيع اسمها خرسانه فينو، والرمل والاسمنت بنسبه 400 كيلو جرام. طبعا بتزود الخرسانه بتاعك، بتزود الاسمنت بتاعك طالما بتعمل تدعيم. والاضافات المنعه للانكماش عشان ما تعملش فواصل بين الخرسانه القديمه والخرسانه الجديده. ده بالنسبه للقميص او عمل تدعيم للاعمده. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.